فرانت هتقول 12 قرش للدقيقة، دي مش اعلانات دي حقيقة، وتبص شمال تمام. خلاص يا احمد، سوسن بدر معاكم في الاعلان. ازيك يا فاروق؟ اهلا. ميجي دي زهرة معاكم في الاعلان. سلامتك يا رؤى. مش وحش رؤى يا رؤى، انت هنا ولا معرفش؟ وايه يعني؟ ازيك يا كينج؟ ازيك يا احمد؟ سيبوش كده يا احمد. استاذ سمير مكانك تحت اليافطه لو سمحت. سوسن ما تيجي مكاني. يلا يا جماعه الناس تجهز. اكشن. دلوقتي الديكور اتصلح والممثلين خفوا، نقدر بقى نقول لك عيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين.